حكاية الانتشار، حكاية لبنان الآخر، حكاية اللبنانيين في أوطانهم الجديدة. كيف سيواجه المنتشرون مشروع قانون إعطاء المغتربين 6 نواب حسب منسق المجلس الرئاسي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم لياس كساب؟ نحن ما حنقبلوه، نحن بعد أوراق رسمية في هذا الموضوع. شيلوا هالكاس المر عنا، نحن لبنانيين بوقعنا بلبنان بالوقت الحاضر، بس الخارج مش إبنان واعنا. وأبرز ما يقلق المنتشرين، هل معقول من بعد ما أسسنا مؤتمرات الطاقة الاضطرابية نكتشف آخر لحظة أنه حولنا LDE لمؤسسة خاصة؟ حكاية الانتشار الأربعاء بعد موجز 1:15 مع جوزفين أبي غصن عبر صوت لبنان.